وبزاف وبزاف ماشي زياده العصا درا صاروخيه هادشي راه طلع نيشان وكل نهار ولا عندنا هادشي زعما ولينا صافي تعودنا عليه كل نهار كاين زياده كل نهار شي عندهم الحانوت زياده مال مارشي نكذب لك ما نوصلوش مشيت ليه ديك النهار ما نقدرش نوصلو مازال ملي قال لي داك النهار ما عطيش هادي عيد ديك الخامجه قال لي لا بغيت الطحنات ديرها بفريكو الرمضان قال لي 8 درهم ثلاث ديال دار في العشيه نتايا ديرها حريره في رمضان والله كلشي ما كاين عام المهم كلشي طالع وحشومه واش الفقير ما غياكلش واش الفقير ما بغيتش نفهم واش تقول لنا سيرو انتحروا اشنو هو هادشي هذا ما عرفتش زعما رئيس الحكومه راه درتي معنا فوت ماشي خايب فوت الخايب ولكن راه حسبي الله ونعم الوكيل البوطه راه ما زدتيش فيها ولكن راه نقصتي من الغاز راه كتجيبها ما كدوزش حتى 15 يوم وكتمشي انا ما عندي ما ندير بها ما كدوزش حتى 15 يوم انا كنحمر الدجاج ولا كنا راه كنصايب الشباكيه اش كنطيب انا كاع ونقص علينا الله يجازيك بخير راه الناس راه تقهرات بزاف دير معنا شي تاويل ديال الخير راه الشعب كلهم ديهم انا بعدا كنهضر على بحالي انا راه ما كاين لا مدخول لا والو وفين تدخلتي دخلتي دغيا تتغلي الاسعار حيت انت عندك واللي معاك والناس اللي كتقول لك في لي كومونتير بان راه ما كاينش الزياده هذوك تما شياطين تما كيديروا شي حاجه ممنوعه ملي كياخذوا الفلوس اللي كيكتب لك لا ما كاينش وهذا الشيء كان ما عمرنا حنا وصلنا في هذا العهد لهذا الشيء عمرها شي ما كان دابا مشيتي على الهري خطر مشيتي للمارشي خطر ايوا راه الناس راه الحارف وراه خرجوا راه ولا التليفون دابا كيديروا فيه الناس الممنوعات الفساد كثر بالغلا كلشي اللي بغى يجبد الريال من ما بغى راه الفساد كثر واش نحاربوا الفساد ونقصوا من هذا الشيء وهذا الشيء راه كثير راه بزاف بزاف علينا وفين غنمشيو رئيس الحكومه وشكون اللي يهضر معاك حنا كنناشدوا دابا سيدنا بقى سيدنا اللي عندنا فيه الثقه دابا هو اللي كنناشدوا حنا ما كنناشدوا حتى حد حنا تحت الرعايه ديال سيدنا صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو هو عند حنا دايرين فيه الثقه دابا وما غيبغينا راه في اي خطابات ديالو كيذكرنا الشعبيه العز حنا ما كيبغيوش الا ما قدرتش على بلاصتو يا خويا يا خلي لواحد اخر حنا ما كنقولوا حتى حاجه من حقنا حنا انا مواطن كنهضر على حقي وفينا انا دابا ارماله منين غتجيني الخرصه قلت غتعطي الارماله غتعطي الناس اللي ما عندهمش وانا ارمله ما عندي لا ولاد لا والو اش كتقول لي فين نمشي انا راه ما عرفت بلاصه منين نجيب الفلوس ما نكذبش عليكم كون عرفت فين مشيت انا راه نمشي نجيب الفلوس واش ملي كتنوضي مع الصح ما كتلقاي قدامك حتى حاجه عير دابا حنا مغاربه مع اللي عارفين بعضياتنا حنا الفقراء اللي كنحسوا بعضياتنا هما الناس اللي عندهم بلا ما نقول لك اللي عنده على عمرك شي خارج شي واحد دابا المضاربة عنده كات كات عنده الديار راه خرجنا حنا مساكن اللي ما بحالناش ما عندناش مقهورين واللي بغى يضحك يضحك مقهورين والمخير اللي قال لك ما مقهورش يخرج ليها نيشان مقهورين رئيس الحكومه وندير معنا شي تاويل ديال الخير راه غدا قدام الله غنتلاقاو راه حشومه جوعتينا وفي الحكومه الاخرى ما كانت زدتي كاع كحلتيها في خطره واحده دير معنا شي حاجه راه بينا ناكلو بينا نشربو ودابا حنا ما نتحمحمو ما ناكلو ما نشربو مشيتي للمارشي كنخضرو عيب عينينا راه قربو عينينا يعماو انا مشيت عند طبيب العينين هو دابا انا كاين شي طبيب العينين يوقف معايا كاين شي متبع السبيطار ديال المخزن يلا على 6 شهور لسني عاد نشوف الطبيب ديال القلب ايوا دابا رمضان جاي وعاد الجوع والنوع الله يجعل البركه عطي فيه من في المحسن واش هاد المحسنين بقى يطلبوا من الناس دابا يعطيو راه دابا المحسنين يهزي الناس هذا بغى يدير عمليه هذا من هنا علاش هاد المغرب هذا ما يديرش الناس اللي ما عندهمش يديروا تما العمليه ياك المحسنين مالهم ساكن ياك خاسر يدي الطبيب خاسر علاش ما يديروا جمعيه ديال يعاونوا الناس انا بغيت ندير عمليه انا بغيت ندوز ما عنديش نموت راه ماشي تسلميت هذه راه خص الدوله اللي تدخل فينا خص اي طالب يدخل وزير الصحه يهضر كلشي يهضر عليهم ولا مرضوا لهم العائلات ديالهم فين كيمشيو احسن كلينيك احسن سميتها وخيتك فاطمه ملي كتمرض كندير السبيس معها بحال خوتي ونتسنى حتى تطلع لك الدم وكتجي تلوح الوراق هذا الشيء رمضان جاي غنجلسوا بالجوع من غير بعضياتنا حنايا المغاربه كنشوفوا على بعضياتنا حنا الفقراء باقي فينا سميتو كننجوا على بعضياتنا وكنعطوا لبعضياتنا وما الدوله راه ما عطاتنا والو انا نقول لك انا خلاصه الكلام هي البارح مشى ليا البزطام بوراقي بكلشي قلت هذه هي ساعة ربي ملي مشيت نصيب قال لك لا خصك يكون عندك ثلاثة ديال الجلبات أنا راه ما دايراهمش عصبني ما نكذبش فيه ماشي فلوس كثيرة ولكن تنعي الجواد تنعي الجواد أنا كندير مزيان ربي شاهد عليا واللي كيشوفني في الفيديو كيعرفني راه يشهد بيا أنا ما تنكره حد ومزيانة وتيبقى فيا كلشي ولكن بقى فيا البزطام في الوريقات دابا قال لك ما يتصايبوش أنا غدا دابا غادي نمشي لمولاي عبد الله اللي عندي الرونديفو فين غادي نمشي غادي ديك لاكارت ما كايناش ما تدوزيش وتا الا كاين شي ما يقدرش يصعبوا العلم لله كنعاودوها ب 1000 ريال 1000 ريال باش نعاودوها ما تيهمش وتصوري
دابا تصور قال 30 درهم البارح ونعطي 1500 30 درهم اي الا ما كنت عطيتي وحده كنت يخرج عليه قال لي اختي ماشي انت. مو فاطمه بغيت نسولك على القضيه كنقولوا دائما المسؤولين كيزيدوا كيزيدوا ولكن بيني وبينك حنا في بعض الاحيان ما كنزيدوا الشحنه على بعضياتنا كاينه ويلي حنا خصنا عاملين عابده ونسمعوا الزياده كلشي زاد راه كاين دابا كتعطي 35 ريال عاديه ما كيرد لك حتى يقول لك اختي كلشي تزاد قلت اللي قلتي دابا المول الحان ولا المول الخضر تيتبي بالزياده كلشي تزاد لا الناس زادت من عندها راه شوم هاد الايام خرجوا دوك اللي كيسولوهم اللي زايد في الاسعار وداك الشيء راه شوم خرجوا كاين لان الناس اللي زايدين من عندها المهم اش غنقول لك بلا ما الهضره قصيره حنا مرضنا وزدنا مرضنا بهذا الشيء اللي درتي لنا رئيس الحكومه وقصتو تما الله يعطيكم السر ديروا شي حل ولا شوفوا شي حد اللي يعطي لكم الحل حنا ما كنعرفوش حنا لا صوتوا عليكم انا راه ما كنصوت على حد انا مواطنه كنطلب حقي نعيش في العيش كريم واخا ما عايشه ما ساكنه ما تزفتها راه غير سميتو غير دايرين ولكن راه كنطلبوا هاد العامين هذا ولينا كنطلبوا بزاف وديالنا ولينا كنطلبوا ايوا نعلو الشيطان رئيس الحكومه و ما طيشه بغيتي الزوينه 10 دراهم 8 دراهم وحق الله العظيم هي اللي كتستعمل في رمضان انا مشيت للسلا عند اختي وكاينه سلا هي اللي كيقولوا رخيصه وحق الله العظيم السيمانه الاخرى كاينه ما قال لي الدجاج 400 وما طيشه 140 هادي سلا اللي كيقول لك رخيصه هو عيب وانا ملي قلت ندير بصله ب 140 مي جاتني انا 140 انا غنشري لهم 140 بصله ونشري مطيشه ب 160 ل 1000 فرانك ونشري الدجاجه ندوز نهار ولا يومين 300 هذا اللي انا بوحدي اللي كاين ناكل ما كناكلهمش ما بقاش يكذب الواحد يقول لك راه كل شيء موجود لا هذه مارخ هذه راه رخيصه راه الغلا ما كاينش راه حشومه عليكم الغلا كاين وكيحس به الدرويش وانا هادشي اللي كنقول انا كنطلب من رئيس الحكومه يخافض هذا الشيء ويدير للناس فين يخدموا زيد في زيد لهم في الخلصه زيد الناس في الخلصه وما كاين حتى مشكل دابا حتى الناس اللي كيتعاونوا معنا راه حتى ما تقهروا ما بقاو ما عندهم حتى حاجه الناس دابا موظفين وتقهروا مساكن زيد الناس في الخلصه وزيد المناصب الشغل راه دابا المستشفيات وكلشي راه خاويين كلشي خاوي زيد المستشفيات فين يخدموا الدراري والفراملي راه شادين الدبلومات والدكاتره والاساتذه كياكلوا العصا في الزنقه ايوا شنو هاد الشيء هادي والناس كلشي بغات الهجره راه انا داك النهار درت راسي في الهجره راه من هاد المنبر اللي بالي شي واحد ناكل ونشرب ونعس شي دوله انا معاكم انا كنطلب عنا ناكل ونعس ومريضه شي حاجه اخرى ما بغيتهاش ولكن هاد العام بغيت نمشي عمره وكنقول يا ربي تجيني شي عمره عيط لي شي محسن يقول لي راه نصيفطك عمره اما لاكارت طاحت دابا بغينا نصايبو زعما الباسبور مشات لاكارت باش تعرف العكس اللي من دخلت الحكومه انا اللور اللور الصراحه انا راه زعما ما نقول لكش انا ما كايناش شي حكومه بحال هادي كاع جات كحلات عليا الاخرى ازمتني وهادي ما نقول لكش ما نقول لكش نقول لك انايا اش غنقول لك كنطلبوا سيدنا يشوف فينا ويشوف هاد الوليدات وهذا وحتى الشتا نقطات ومشات في طريق هاد الناس الخايبين شي شتا ما بقاش بغات تصب